مهمة جدا هذه المقابلة الإفريقية، يبحث على التعويض والترجي يبحث على التأكيد. الترجي الرياضي التونسي منتشي بجماهيره الغفيرة. إن شاء الله نشوفوا مباراة شيقة، احنا متابعين كرة لمعادلة عيالي. نشوف الفرق بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي، بالرغم اليوم يلعبوا في ستة ضد خمسة، ما استغلوش الخروج الحارس، معناها بداوا 6 ضد 5 بداوا 5 ضد 5 وبعد اخلط اللاعب ويكمل المهمه ويوسع الفارق في هذه القمه. 4 اهداف للترجي الرياضي التونسي مع 15 بين المقابلتين. امين بنور هدف ولا اروع من امين بنور، ثاني اهداف امين بنور، التصويبات المميزه من امين بنور، شوف لعاده شوف حلوه برشا من بانورا، تصويب على الخطوه في الزاويه الصفر. النادي الافريقي قاعد يلعب في الهجوم، قاعد يلعب بريتم واحد، ما فماش تبديل الريتم اللي باش طيح بها الديفونس ولا باش تغلب هنا، فما تبديل الريتم صغيره طيح بها الديفونس في وقته على امين بانور، وكان بانور في بوزيتيف برشا حلول. بهاء الدين غبر الان يدخل في تشكيله الافريقي. امين بانور، امين يحاول يمشي في الانترفال، رامي حمام يعمل الروتاسيون، رميه السبع امتار لهنا، عمل الشونجمون دو ريتم، غير اللي بوجه محمد صفر، توصل الكره لياس حسيشه، يلوج على الروتاسيون والدفاع 13 مقابل 9، كره لمصلحه الافريقي. رامي حمام لامين بانور، امين مع رامي حمام، باهي ال 1 2 رامي حمام، شغل كبير من رامي حمام، شوف خرج الاولى، قلت لك واقعيه كبيره، ما فماش فتكه يعني من الملعبيه، ما فماش ممكن في بعض الاحيان يعني كما نقولوا تسرع او فنيات يعني مش لازمه مش في وقتها. الترجي يعني يلعب شخصيه الكبار، وهدف لهنا اللي حكيت عليه انه تلعب بسرعه، سرع الهجم. خبر جانا تو معناها ان شاء الله مثواه الجنه، ان شاء الله ربي يصبر ويصبر عائلته، وان شاء الله يهديه البطوله، معناها نتصور الترجي باش يهدي البطوله الروح الفقيده هذه. اكيد اللي هو اللي مسيطر على بدن الكل، مسيطر على المشاعر، مسيطر على كل شيء. دونك اللاعب انتو يلزم يبدا حاضر من جميع ما باش يكون لاعب تاع نيفو. 4 اهداف امين بانور، تصويبه كانت ساحقه من امين بانور، الترجي حاول تيما. رامي حمام عنده الكره على مصطفى، رافت الجاسي حاول يقترب من 6 امتار التمريره، امين بانور حاط الكره، محمد علي البحري عمليه نموذجيه تبدا من اليسار تكمر علي، يعمل عمليه الخداع وخطا هجومي، فاول مهاجم، توصل الكره لأمين بانور، مميزة جدا من أمين بانور، فبرشا خبرة، فبرشا خبرة من أمين بانور. معناها كيفاش تستغل التغيير نتاع الدفاع في القائم الثاني ووضعها بطريقة فنية جميلة رائعة رائقة بارعة بارزة في القائم الأول. أمين بانور حلوة برشا من أمين بانور، أيضا التصويبة القوية على الخطوة من أمين بانور، 29 مقابل 24.